أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأخوات، في هذا المجلس الختامي نختم بختام السورة، وفيها خير ختام لمقصدها، فإننا ذكرنا بارك الله فيكم أن مقصدها في تعظيم الله عز وجل الباعث على التوحيد له سبحانه وتعالى، ومشاهد ذلك، وأعظم مشاهد التعظيم والتوحيد الحج الذي قصد فيه ذلك، بل هو من أظهر مقاصد التعظيم الباعث الذي يورث التوحيد. وفي مقابل ذلك إبطال شأن الكافرين ومدعواتهم ما يدعون من دون الله تعالى، والتقليل من شأنهم وتضعيف أمرهم وتحقيرهم وإبطال حجج الكافرين في ذلك. فلذلك تلاحظون أن فيها محاجة ومجادلة لإبطال شأن الكافرين ودعواتهم وإظهار وحدانية الله تعالى. ولذلك لو قلنا أن السورة في إظهار وحدانية الله ودلائلها لكان له وجه، لكن التعظيم فيها ظاهر كما في افتتاحيتها وخاتمتها. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الحديث لمن؟ هو للناس، لكن المقصود به أصلا هم المشركون الذين يدعون من دون الله عز وجل، ولذلك خاطبهم بقوله: فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. والمقصد والله تعالى أعلم في هذه الآية، بعد أن ذكر الحجج والمواعظ والدلائل الدالة على وحدانية سبحانه وتعالى وتعظيم شأنه وأمره وحكمه قدرته، أظهر في هذه الآية ما يؤكد ضعف المخلوقات بالمثال، ضعف المعبودات من دونه سبحانه وتعالى، ليظهر جليا لهم أن معبوداتهم ليست على شيء وليست بشيء، وأنها دون أن تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها أو الذين يعبدونها. قال الله: يا أيها الناس ضرب مثل. فقوله ضرب مثل ولم يقل ذكر مثل أو هذا مثل، قال ضرب مثل. والتعبير بالضرب هنا تشبيه بإثبات الأمر بقوة، ويعني بيان تام يحق أن يستمعوا له، ولهذا قال: فاستمعوا له، تأكيد لهم وإرغام لهم بالاستماع، فاستمعوا له لهذا المثل الذي يظهر لكم جليا حقيقة معبوداتكم. ما هو هذا المثل؟ قال الله: إن الذين تدعون من دون الله هذه الأصنام لن يخلقوا ذبابا. وإنما ذكر الذباب لأن فيه صفتين: الصفة الأولى أنه من أحقر المخلوقات عند الناس في نظر الناس، والأمر الثاني أنه من أضعفها وأصغرها، وإن كان هناك ما هو أضعف منه وأصغر منه، لكن في نظر الناس هو من أصغر وأضعف المخلوقات وأحقرها. لكن الله تعالى
جعل لهذا المخلوق الضعيف الحقير عندهم قوة لا تملك معبوداتهم أن تضاهي هذه القوة. لاحظوا أيها الإخوة، إنه والله لمثل عظيم، يمثل الله أحقر المخلوقات وأضعفها في نفوسهم عندهم بأن لهذا المخلوق الضعيف الحقير عندكم قوة لا تملك معبوداتكم أن تقابل هذه القوة. الله أكبر. إذا كانت هذا في أحقر وأضعف المخلوقات فكيف بقدرة الله وقوته؟ ولذلك ختم الآية بقوله وما ما قدر الله حق قدره، أو الآية الثانية قال الله لن يخلقوا ذبابا، هذا في الخلق، ولو اجتمعوا له ليس واحد منهم، وإنما كلهم جميعا لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ولو اجتمعوا. ثم ذكر مشهدا آخر من مشاهد قوة هذا الحق الضعيف الحقير في نظرهم مع ضعفه، إلا أنه أظهر منه ضعفا تلك المخلوقات. قال الله وإن يسلبهم الذباب شيئا، لاحظ كلمة يسلب وهو أخذ الشيء سلبا، قوة فيه قوة هنا سلبا من غير إذن ومن يعني رغم أنوفهم سلبهم شيئا، أي شيء حتى ولو كان أحقر شيء لا يستنقذوه منه. لاحظ التعبير بقوله لا يستنقذوه، ما قال يأخذوه، لا يستنقذوه، يعني لو اجتمعوا على أن ينقذون، إنقاذ استنقاذ في طلب وسعي وحرص وبذل على إنقاذ هذا الشيء من الذباب، لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قبل أن ندخل في معنى قول ضعف الطالب والمطلوب، اكتشف العلم الحديث في هذه الآية معجزة من معجزات الله عز وجل في الذباب، بأنه إذا أخذ الشيء لا يبقى، يذوب مباشرة، لا يمكن للإنسان أن يأخذه منه أو أن يعني يخلصه منه. في قدرة للذباب جعلها الله تعالى آية، آية من آياته في إظهار ضعف المخلوقين. ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب. السؤال ما من هو الطالب ومن هو المطلوب؟ الطالب هو لا الطالب الناس أو الآلهة، والمطلوب هو الذباب، هذا المعنى. لكن في معنى آخر هو المقصود في الآية، ما هو المعنى الآخر؟ ضعف الطالب والمطلوب. أحسنت، هو في حال المشركين مع آلهتهم، ضعف الطالب الذين هم الناس يطلبون آلهتهم ويدعونهم من دون الله، فهم ضعفوا عن ذلك في أن يحققوا مرادهم، وضعف المطلوب وهم الآلهة في أن يحققوا مراد من يعبدهم. فالآية على وجهين في هذا المعنى والله أعلم، فهو في إظهار ضعفهم في عبادتهم وأنهم لن يحققوا شيئا، وهو في إظهار ضعف هؤلاء المخلوقات من دون الله التي تعبد من دون الله تعالى، لن تحقق لكم شيئا، فهي ضعيفة في نفسها. وهذه الجملة أصبحت مثلا سائرا في أحوال الناس، ضعف الطالب والمطلوب، فهي من الأمثلة السائرة كما يقال. ومنه يؤخذ أو نذكر مسألة الاقتباس من القرآن في ذكر مثل، مثل قولهم مثل قولهم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، في ذكر إنسان وجدته. هذا الاقتباس اختلف العلماء هل يجوز استعماله في غير السياق الذي وردت فيه الآية أم لا. الأمر الحقيقة يحتاج إلى نظر، ولكن يظهر والله تعالى أعلم إن كان لا يخرجها عن المعنى المقصود ظاهرا
فلعله لا بأس في ذلك، إلا أن اللائق بكتاب الله عز وجل أن يستخدم في أو يذكر في المقام الذي نزلت فيه الآية، لأنه ما أنزل ليكون مثلا سائرا في الناس، وإنما أنزل للاهتداء. فالأمر يحتاج إلى يعني نظر، لكن هذا الذي يظهر أن الأولى عدم استخدام الجمل القرآنية مثالا سائرا في أحوال الناس وكلامهم، هذا الذي يظهر. هنا قال الله عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب. ففي هذه الآية الكريمة نخلص إلى أن الله عز وجل أراد بها تحقير الآلهة وبيان ضعفها، وأنها ليس لها من القدرة شيء حتى استنقاذ الشيء اليسير من الذباب. فما أعظم هذا المثال البليغ أيها الإخوة، الذي يظهر بلاغة كمال القرآن في بلاغته وبيانه، وليس لهم بعد هذا البيان حجة ولا برهان. ثم قال الله فيما يؤكد يعني مقصد هذه السورة التي ذكرت لكم، ويؤكد إنهاء الحجة لهم ودمغهم والقضاء على حججهم، في قوله تعالى: ما قدروا الله حق قدره. بعد هذا كله وبعد البيان ويعبدون غير الله عز وجل، ما قدروا الله حق قدره. فهذا تذييل للمثل بأن عبادتهم للأصنام، بعد هذا عبادتهم للأصنام التي ظهر لهم ضعفها مع الله عز وجل القوي القادر، استخفاف بحقه وحق ألوهيته سبحانه وتعالى. كيف تعبد ضعيف ليس لهم الأمر شيء، وتترك من بيده القوة كلها والقدرة كلها سبحانه؟ ففي هذا استخفاف بشأنهم وتهكم بحالهم، كيف يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وأعلى وأعظم سبحانه وتعالى. ثم قال الله: إن الله لقوي عزيز، أي إن الله تعالى قوي عزيز، فكيف يشاركه الضعيف الذليل؟ إن الله لقوي عزيز، فكيف تشاركون معه الضعيف الذليل؟ ففيه وفي هذا الآية أيضا تهديد بالانتقام منهم، وأنه سبحانه وتعالى سيعذبهم على ذلك في قوله: إن الله لقوي عزيز، أي على الانتقام منكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. هذا كأن فيه رد على المشركين في تكذيبهم بالرسول وادعائهم أنه لا يصلح للرسالة لأنه بشر مثلهم، قطع لحجتهم في ذلك، وإظهار حقية الرسول بالوحي، وأن الله له الأمر سبحانه وتعالى في اختيار من يشاء. فقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، أي يعلم أحوال الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ففيه إبطال مزاعمهم في أصنامهم التي اتخذوها من عند أنفسهم من غير أن يأمرهم الله عز وجل بها، فإن الله قد بين من اتخذ من الملائكة ومن الرسل، وليس لهم شأن، أي أولئك المشركون، أن يتخذوا من عند أنفسهم ما لم ينزل عليهم به الله عز وجل سلطانا. ثم قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية مؤكدة لما قبلها، وفيها تأييد لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتهديد لأولئك، فإن الله تعالى قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تشعر أن الله يراقبهم في دقيقهم وجليلهم، وأن الله يعلم أحوالهم كلها فسيحاسبهم عليها. والمراد بقوله ما بين أيديهم وما خلفهم، اختلف العلماء في ذلك، فقال ما بين أيديهم مستقبلهم، وما خلفهم الماضي، وقيل ما بين أيديهم الدنيا، وما خلفهم الآخرة.
الآية محتملة لذلك كله والله أعلم، لكنها تدل على إحاطة الله عز وجل بأحوالهم كلها. ثم قال وإلى الله ترجع الأمور، أي أنه سبحانه وتعالى إليه الأمر كله، فأين تذهبون وكيف تصنعون وأنتم تعبدون غير الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل تاركا معرضا عن الكافرين وقاطعا في الحديث عنهم ومحاجتهم، مقبلا على المؤمنين إظهارا لشأنهم وعناية بهم وتوجيها لهم وإكراما لهم، بقوله عز وجل في ختام السورة بعد أن انقطع الأمر مع الكافرين أقبل عباده المؤمنين تأييدا لهم وتثبيتا وتأكيدا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لاحظوا أيها الإخوة أنه افتتح الأمر بصفتين عظيمتين وهما دالتين على التعظيم والخضوع لله، اركعوا واسجدوا، وهذا مؤكد لما ذكرت لكم بأن السورة دالة على ما يبعث التعظيم والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ولهذا ذكر هاتين الصفتين قبل ذلك في قوله تعالى، ما هي الآية؟ الركع السجود، نعم، وذكرنا بسؤالنا قبل قليل نسيته الآن لأننا بعد أن ننهي السورة نرجع إليه، الفرق بين، أحسنت، ذكرنا بها جزاك الله خير. طيب، هنا خص الله تعالى الركوع والسجود لأنه يظهر فيهما التعظيم والخضوع لله عز وجل. ثم قال واعبدوا ربكم، فعبادة الله تشمل الركوع والسجود، وإنما خص السجود والركوع لما ذكرت، ثم يشمل ذلك كل العبودية لله عز وجل التي هي حقيقتها الذل، لأنه يقال طريق معبد مذلل، ولهذا قال اعبدوا ربكم هنا للدلالة على أن هذه العبودية فيها خضوع لله وتذلل له سبحانه وتعالى. ثم قال وافعلوا الخير، أي مع الناس، افعلوا الخير وهو شامل لكل خير تفعلونه، الإحسان إلى الناس وبذل المعروف والإحسان إلى المحتاجين وغير ذلك، ويدخل فيه فعل الطاعات لأنه من الخير. ولاحظوا أنه قدم ماذا؟ ما من شأنه إصلاح الاعتقاد قبل إصلاح الأعمال الظاهرة، قدم ما هو الأعظم والأولى، الركوع والسجود الباعث على التعظيم كما ذكرت لكم. فهنا إيماء إلى أهمية الانشتغال بإصلاح الاعتقاد وما يبعث الإيمان واليقين والتعظيم والتذلل لله عز وجل، هذا أعظم من الاشتغال بالأعمال الظاهرة، كلاهما من أمر الله، لكن الأولى بالانشغال وتحقيقه وإكماله العناية بشأن القلوب والاعتقاد، الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والتذلل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف ظاهر الناس، ظاهر الناس أنهم يعتنون بالمظاهر ويتركون المخافر، وتجد الإنسان يأتي للصلاة يركع ركعات لا روح فيها ثم يخرج يظن أنه من خير عباد الله لأنه حافظ على الصلاة كلها، ليس هذا هو الدين الذي أراده الله، إنما أقيمت الصلاة إظهارا للخشوع لله تعالى واستحضار المقام القيام بين يديه سبحانه وتعالى. فلهذا من هذه الآية نأخذ أيها الإخوة أن الأولى الانشغال بإصلاح الاعتقاد مقدم على الانشغال بإصلاح الأعمال الظاهرة والتي منها قال وافعلوا الخير، وأن الجمع بينهما في تحقيقهما سبب للاكتمال، سبب الكمال هو تحقيق كمال الاعتقاد وكمال الظاهر أعمال الظاهرة، ولهذا قال لعلكم تفلحون، والفلاح هو الفوز واكتمال الإنسان في دينه وأمره. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك
وهذه الآية كما ذكرت لكم آيته فيها أمر بالسجود مع اختلاف بين العلماء في ذلك. يعني هذه الآية وهذا هذا الموضع من السجود فيه خلاف، بعضهم قال أنه موضع سجود وبعضهم قال أنه ليس بموضع سجود، لكن الأظهر ذلك للحديث الوارد في السنن عن عقبة بن عامر قال فضلت الحج بسجدتين، قال نعم. ثم قال الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده، هنا أمر بالقيام بالجهاد، ما مناسبته؟ نعم جميل، هذا معنى أن الأمور السابقة تحتاج إلى جهاد، لكن المقصود والله تعالى أعلم بذلك الجهاد في سبيل الله، لأنه لما جادل المشركين وأبطل دعواهم ولم يكن ذلك سبيل إلى إيمانهم، بقي أن يكون ذلك مظنة المواجهة والصراع بين الحق والباطل، فكأنه قال أعد العدة. وفي هذه الآية أو في هذا الموضع أيها الأخوة فائدة نفيسة لنا في هذا الوقت وهذا الزمن الذي يجب أن نعد فيه العدة للجهاد في سبيل الله، وهو أنه قدم الأمر بالجهاد بإيش؟ قبل الأمر بالجهاد قدمه بإيش؟ بالفعل الطاعات، تحقيق الإيمان، يعني العدة الإيمانية. فهذا دليل صريح على أنه يشرع للمسلمين إعداد القوة الإيمانية لمواجهة العدو قبل أن يقدموا أو تقدموا للجهاد في سبيل الله، فعليهم أن يمكنوا أنفسهم بالإيمان وتقوية يقينهم. وهذا في سورة البقرة أيضا ظاهر، فإنه جاءت سلمكم الله آية الكرسي المحققة القوة الإيمانية مندمجة مع آيات الإنفاق، قبلها آية الإنفاق وبعدها، ما يؤكد ضرورة القوة الإيمانية والمادية. ففي هذا الموضع بيان لأهمية الإعداد الإيماني قبل الجهاد. قال الله وجاهدوا في الله حق جهاده، وما هو حق جهاده؟ حق جهاده هو الإخلاص، أن يكون جهادكم ليس انتقاما لأنفسكم، وإنما هو إقامة دين الله وأمره وتحقيق دعوته والتوحيد. لهذا قال بعد ذلك هو اجتباكم، هو اجتباكم، هذا باعث من بواعث الجهاد، ما دام أن الله اختارك فحري أن تقيم دين الله. ولله المثل الأعلى، لو قيل لرجل أنا اخترتك لهذا العمل أليس ذلك باعث له على أن يقوم به حق القيام؟ بلى. فالله تعالى ولله المثل الأعلى ولكتابه قاله هو اجتباكم، أي اختاركم لهذا الدين وفضلكم به، فحق أن تقوموا به وأن تجاهدوا في سبيله وتدعو إليه وتبذلوا أنفسكم في نشره. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما أكرم الله عز وجل وأعظم حكمته وحكمه وعدله وفضله علينا أن شرع لنا الدين، هذا الدين الإسلامي السماوي السمح اليسير في الذي به تكتمل ديانتنا لله تعالى. ولذلك قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقد يسره الله عز وجل ولم يجعل فيه حرج. ولذلك قال أهل العلم أن الإنسان حينما يقف أو يعترضه عارض يشق عليه في أمر الصلاة فيرفع عنه الحرج من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ليس في الدين حرج، والحرج هو المشقة، صعوبة القيام بأمر الله تعالى. ولعله يؤخذ من هذا التماسا أنه إذا كان الإنسان في ديار
كفر لا يستطيع إقامة أمر الله تعالى ظاهرا، فلا حرج أن يقيمها باطنا خفاء، وهذا من رفع الحرج على الناس. ولهذا جاءت الآية في سياق الجهاد في سبيل الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم الدين من حرج. ثم قال: ملة أبيكم إبراهيم. وهذا وصف ثاني في التفضيلهم، أن الله جعل دينكم هو أصل دين إبراهيم ثم كمله لكم. فدين الإسلام هو أصل دين ملة إبراهيم، حوى دين ملة إبراهيم كمله الله تعالى لنا فكان أكمل الشرائع. ففيه تشريف لنا وتكريم باعث على القيام بالدين. كل هذه الجمل أيها الأخوة الغرض منها والله أعلم أن نقوم بالدين حق القيام، ومنه أن نجاهد في سبيله. ثم قال: هو سماكم المسلمين من قبل. من هو الذي سمانا من المسلمين قبل؟ تحتمل ما عليه، والأظهر أن هذا راجع إلى قوله: هو اجتباكم، هو اجتباكم وهو سماكم المسلمين من قبل. ولا شك أن تسمية الله لنا أعظم من تسمية إبراهيم لنا، فهو الأظهر. وإن كان المعنى الثاني مذكور ويحتمل تحتمله الآية، لأن الضمير راجع إلى أقرب مذكور وهو إبراهيم، لكن سياق الآية يدل على الامتنان، وأعظم الامتنان أن يكون الله هو الذي سمانا. فما أكرم وما أعظم وأشرف أن يكون الله هو الذي سمانا المسلمين من قبل. أين من قبل؟ أين من قبل؟ في الأمم السابقة وفي الكتب السابقة، أي أن الله ذكرنا في الأمم السابقة، وذكرنا الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم أيضا في قوله: ربنا وابعث فيهم ربنا واجعل نعم تقبل منا أنك تستمع علينا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فكان أيضا من فضل الله علينا أن الله ذكر على لسان نبيه دعوة إبراهيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا إيش في هذا؟ ماذا في هذا؟ في هذا الكتاب سنت، في هذا القرآن سماكم المسلمين، يعني سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة، وسماكم المسلمين في هذا الكتاب، في هذا القرآن الكريم. فهذا أعظم تشريف لنا فضله عز وجل، أن الله سمانا من قبل وسمانا في كتابه العظيم الذي هو أعظم كتبه. قال الله تعالى بعد هذا: ليكون إقامة للحجة على هذه الأمة، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. في هذا كأن الله تعالى أراد أن يقيم الحجة عليهم بعد هذا التفضيل، ومن فضل فالحجة عليه أعظم. فهنا لاحظوا أنه قدم شهادة الرسول، وفي البقرة قدم شهادة الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقدم هنا شهادة الرسول وقدم هناك شهادة الأمة، لماذا؟ ما السر والله أعلم؟ ما الفرق؟ فرق رجوع للسياق، وهذه فائدة جميلة يا أخواني للنظر في الفرق بين الآيات، أن ننظر إلى سياق الآيات. عن ماذا تتحدث؟ عن ماذا تتحدث؟ فالآية هناك تتحدث عن الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقدم ما هو من حقهم تشريفا لهم وإكراما لتكونوا شهداء على الناس. وهذه الحديث وهنا في حديث الامتنان عليهم من الله في ولذلك بالدين، فلذلك كانت الحجة عليهم أولى في قوله: فحق الرسول في حق الدين أولى، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب حظا
وأعظم شأنا فيهم، فقدم حقه وإقامة الحجة عليهم في ذلك، لأن السياق هنا في حال الامتنان عليهم. قال: وتكون شهداء على الناس. من هم الناس؟ الأمم السابقة كلها. لماذا هي هذه الأمة شهيد شهادتها على الأمم؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل أطلع هذه الأمة على جميع الأمم السابقة في كتابه، فهم آخر أمة بقيت تعلم ما من سبقها بكتاب الله عز وجل وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعلم من كذبت ومن آمنت. وأمر الثاني لفضيلة هذه الأمة وذا الفضل والعدل هو أحق بالشهادة، كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. فقال ثم قال الله: فأقيموا الصلاة. ما الحكمة من الأمر بإقامة الصلاة هنا مع أنه ذكرها قبل ذلك: واركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وهنا أيضا وقفة بأن الصلاة ذكرت في السورة عدة مرات بصيغ مختلفة، لأن الصلاة فيها يظهر التعظيم والتذلل لله سبحانه وتعالى. فما سر الأمر بإقامة الصلاة هنا وإيتاء الزكاة بعد قوله افعلوا اركعوا واسجدوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير؟ الأول أمر تكليف، والثاني أمر لا هو تشريف، أمر شكر. الأول أمر تكليف والثاني أمر شكر، يعني أقيموا الصلاة شكرا لله على أن هداكم وفضلكم وسماكم مسلمين. فالثاني فيه أمر بدوام الشكر، دوام الطاعة لله عز وجل، بما أنكم علمتم فضلكم فاشكروا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة قامة للدين، وأدوا الزكاة في قيام حق العباد. قال: واعتصموا بالله هو مولاكم. ما مناسبة ذكر الاعتصام هنا؟ لأمرين، ها؟ أن الآية في سياق الجهاد، قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده. فما دام الأمر في سياق الجهاد فقوله واعتصموا بالله أي توكلوا على الله تعالى واعتصموا به والجأوا إليه لينصركم ويؤيدكم. وأمر ثاني أن السورة ترجع إلى قضية التوحيد والالتجاء إلى الله عز وجل، فخصه هنا والله تعالى أعلم. ثم قال: هو مولاكم، أي متولي أمركم وناصركم. فنعم المولى، أي نعم الذي يتولى أمركم ويرعاكم ويؤيدكم، ونعم النصير سبحانه وتعالى. فكأن في هذه الآية تحفيز لهم وحث لهم على الجهاد، على الجهاد، اعتصموا بالله. وكأن هذه فيها شبه في آخر سورة البقرة في قوله: اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، في أنهم لما أكرمهم الله في ذلك وشهد لهم بالإيمان كان ذلك باعثا لهم على القيام بأمر الدين والجهاد في سبيله. فختم هذه السورة بمثل ما ختم بهذه تلك السورة في الاعتصام بالله الدال على قيامهم بأمر الدين ونصرته ليقيموه على الوجه الذي أمره الله عز وجل به بعد أن أكرمهم الله به وكملهم به. فما أعظم أيها الإخوة ما استحضرناه من آيات هذه السورة العظيمة التي حقيقة تجلي لنا وحدانية ربنا عز وجل، وأنه ليس لأحد سواه حق في العبودية ولا التعظيم. هذا خلاصة هذه السورة، ولهذا ذكر فيها الحج دلالة على أن الحج مظهر من مظاهر تحقيق التوحيد لله عز وجل ونبذ كل الشرك
والتعلق بغير الله تعالى وتعظيم غير الله سبحانه وتعالى. هذه السورة كفى أن تعطينا هذا المعنى العظيم أيها الأخوة، وأن نقرأها بهذا المعنى. وإنني أوصي إخواني جميعا أن يقرأوا هذه السورة مرات ومرات في ونحن في زمن أو وقت الحج، لم يبقى عليه إلا شهر أو يزيد قليلا، في أشهر الحج اقرأوها واقرأوا وتأملوها، وتأملوا فيها معنى أيضا أيها الأخوة السير إلى الله عز وجل، فإنه ذكر فيها أمر الآخرة، وذكر فيها الحج الذي هو في السير إلى الله تعالى في الدنيا بقصد بيته، وأمر الآخرة وأمر الحج متشابهان في كثير من الأمور، ومن الحشر واللباس، تجرد الإنسان من مظاهره وغير ذلك. فأوصيكم بقراءتها بهذا المعنى العظيم. قبل أن أنسى بما طلبته منكم وعدتكم، سؤال سألته ونسيته، وهو الفرق بين آية الحج والبقرة في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر، لا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي البقرة قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فما الفرق بينهما؟ تأملوا السياق. يعني أن الحديث هناك في سياق الامتنان بالبيت، في ذكر البيت وخصائصه، والعكوف فيه أقرب ارتباطا من القيام. جميل. وهنا الحديث عن ماذا؟ عن الحج وتعداد منافع هذا البيت، منافع هذا البيت، وليس فقط هو الامتنان بالبيت وشأنه، وجعلنا البيت هناك مثابة للناس. فهنا ذكر الله تعالى أحوال الناس فيه، ومنهم الطائف والقائم والركع السجود، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وهذا يبعثنا إلى الحديث عن تأمل الآيات المتشابهة والفرق بينها، والفاصل في ذلك هو النظر إلى السياق الآيات هنا، عن ماذا تدور وعن ماذا تتحدث هنا وهناك. فمن أجمل الكتب التي يعني تبحث في هذا ملاك التأويل لابن جماعة، ودرة التنزيل، ملاك التأويل جميل، ملاك التأويل لابن جماعة جميل، ودرة التنزيل أيضا جميل، وبعض المفسرين يعتني بها أيضا كابن عاشور وغيره. بهذا أيها الإخوة نختم الحديث عن هذه السورة، ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا فيها التوحيد والتعظيم لله تعالى، وأن يجعلنا من أهلها إيمانا وتصديقا واهتداء، وأن يجعلها عونا لنا على إقامة دينه وتحقيق شرعه، وأن يسر لنا جميعا سلوك سبيله والحج إلى بيته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.